كفارة جماع الحائض، الأخبار الواردة في تحديد كفارة جماع الحائض، دينار أو نصف دينار أو ربع دينار، كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ماذا يفعل من صنع ذلك؟ يعمل عملا صالحا، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.